يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنهج أعم من العقيدة حيث يشمل العقيدة، أم كل منهما يختلف عن الآخر؟ المنهج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان، أما العقيدة فهي ما يعتقده في القلب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهج هو الشريعة والعمل الذي يمشي عليه ويعمل به، وأما العقيدة فهي ما يعتقده في قلبه ويجزم به. نعم.